بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معكم مستر حامد البيومي، برحب بيكم يا ولاد في عرض جديد لمين؟ محتوى منهج العلوم المطور للصف الرابع للعام الدراسي 2022، نقلا عن أحد الزملاء الأفاضل من كتاب بكار. ويلا نشوف محتوى المنهج عبارة عن إيه. محتوى المنهج بيكون من وحدتين، الوحدة الأولى وكمان الوحدة الثانية، وكل وحدة منهم بتتكون من أربع مفاهيم أساسية. الوحدة الأولى، إيه هما الأربع مفاهيم؟ أول مفهوم يلا نشوفه مع بعض في شريحتنا الجميلة، التكيف والبقاء، ده المفهوم الأول. والمفهوم الثاني كيف تعمل الحواس، واللي هيتكلم عن حواس الإنسان وطريقة عملها. والمفهوم الثالث هيتكلم عن الضوء وحاسة الإبصار وعمليات الرؤية. أما المفهوم الرابع فمفهوم تكنولوجي شوية، هيتكلم عن التواصل ونقل المعلومات، ده بالنسبة للوحدة الأولى. طب بالنسبة للوحدة الثانية معانا أربع مفاهيم أساسية. المفهوم الأول المادة والطاقة. طب المفهوم الثاني الطاقة. المفهوم الثالث عمليات السرعة ومبادئها. المفهوم الرابع التصادم. كده الوحدتين بعرض المفاهيم الأربعة في كل وحدة. يلا نمسك وحدة وحدة ونعرف دروسها وعناصرها. الوحدة الأولى اللي اسمها التكيف والبقاء، ايه العناصر اللي هنتكلم عنها؟ دراسة تواصل الخفافيش، جمع خفاش، وأقدام البطريق، وطرق التكيف. طب وإيه كمان؟ هندرس في المفهوم ده أنواع التكيف مع ذكر أمثلة لكل نوع من أنواع التكيف، وهندرس كمان طرق تكيف النباتات، وهندرس الجهاز الهضمي اللي كان موجود في المنهج القديم ولكن مرتبط بعمليات التكيف والملائمة الوظيفية لكل عنصر من عناصر الجهاز الهضمي. بنفس المفهوم الجهاز التنفسي ودراسة عملية التنفس، وكمان دراسة أجهزة الصم وكيفية تنفس الأسماك، وهنعرف إن الأسماك بتتنفس عن طريق الخياشيم، وهناخد دور البشر في البيئة، دورهم الإيجابي ودورهم السلبي، وإزاي بيأثروا في البيئة، وكمان علاقة الوظائف بالتكيف. ده بالنسبة للمفهوم الأول. طب بالنسبة للمفهوم الثاني اسمه إيه؟ كيف يعمل الحواس. الحواس جمع حاسة، حواس جسم الإنسان، واللي هنتكلم فيها كمان عن بعض الحيوانات زي القدرات الفائقة للدولفين وكيفية عمل الحواس وأعضاء الإحساس الفائقة، وهندرس الجهاز العصبي وطريقة التكيف معه والإحساس بالبيئة. ودايما بيبقى فيه نشاط للبحث العلمي في نهاية كل مفهوم. أما المفهوم الثالث اللي هيبقى اسمه الضوء وحاسة الإبصار والرؤية، طب إيه العناصر اللي موجودة فيه؟ كيف تعمل الحواس، الصيد في الظلام، التراكيب الخاصة للعين، البحث العلمي الموجود، انعكاس الضوء. طب وإيه كمان؟ سقوط الضوء على المواد. والنقطة الأخيرة في المفهوم ده طبيب العيون ودوره وأثره. ونروح للمفهوم الرابع. المفهوم الرابع مفهوم تكنولوجي شوية، هيتكلم عن التواصل ونقل المعلومات، والأمثلة اللي موجودة فيه عرض الخنافس المضيئة، طرق التواصل، طرق تواصل الحيتان، نقل المعلومات والشفرات، وكمان دراسة التشفير الموجود عند النمل وعند النحل، وكمان دراسة تكنولوجيا مستوحاة من حياة الخفافيش. زي ما انتوا شايفين موضوعات جديدة خالص
أما مشروع الوحدة هيبقى عن التواصل بين الخفافيش، وكمان مشروع متعدد التخصصات. كده خلصت الوحدة الأولى، منتصف المنهج، ونروح دلوقتي للوحدة الثانية في منهج علوم سنة رابعة الجديد. وأول مفهوم المادة والطاقة. المادة والطاقة ده اسم المفهوم الأول. طب العناصر الحركة والتوقف عكس بعض زي الحركة والسكون، وكمان دراسة تصادم السيارات، وكمان عقد مقارنة بين الشاحنات وبين الطائرات، وكمان هتدرس تأثير القوة في حركة الأجسام، وهتعرف إن في قوة متزنة وقوة غير متزنة، وهتدرس توقف الحركة، وكمان في نهاية المفهوم القوة والطاقة والشغل والفرق بينهم. ده المفهوم الأول. أما المفهوم الثاني واللي اسمه الطاقة، فعناصره هي نمرة واحد الطاقة والحركة، وكمان في نشاط لعبة قطار الملاهي السريعة، وكمان دراسة مبادئ الطاقة، وكمان تحولات الطاقة، وهتدرس ازاي بتتحول الطاقة داخل محرك السيارة، وهتعرف الفرق بين طاقة الحركة وطاقة الوضع في الألعاب الشتوية. وكمان المفهوم اللي بعده هو مفهوم السرعة، واللي هندرس فيه السرعة واختلاف سرعة الأجسام حولنا، وهتدرس مبادئ السرعة، وكمان نشاط على سباق الكرات على السطح المائل للسيارات نهي التي تعمل بالطاقة الشمسية. ده المفهوم الثالث في الوحدة الثانية. أما آخر مفهوم معانا في الوحدة الثانية والأخيرة هو مفهوم التصادم، واللي هندرس في المفهوم ده بعض العناصر الأساسية زي الطاقة والتصادم، السرعة والتصادم، تحولات الطاقة أثناء التصادم، وكمان التحقيق في تصادم السيارات، وكمان مشروع في نهاية الوحدة على سلامة المركبات. بكده يا أولاد يبقى عملنا استعراض سريع لمين؟ لمحتوى علوم الصف الكام، الصف الرابع الجديد. بنتمنى لكم كل توفيق وكل نجاح بإذن الله. وبكده يا ولادي الحمد لله خلصت حلقتنا ودرسينا اليوم مع مستر حامد البيومي. ودايما اقول لك لايك وشير وسبسكرايب لقناة روائع البيومي، وتابعنا على صفحة مستر حامد البيومي يصلك كل جديد، وشير في الخير، خلي الكل يستفيد. صالح دعوتكم مستر حامد البيومي.